مساء الفل. النهارده هنتكلم عن اغنيه سميره سعيد انسان آلي. اغنيه نازله امبارح وفي تعليقات كتير ومحدش يزعل مني. يعني الاغنيه من كلمات شادي نور الحان بلال سرور توزيع مش طارق مدكور توزيع هاني ربيع. الاغنيه والبوستر وكل سميره سعيد على فكره يا جماعه انا يعني باكن لها كل الاحترام وكل التجديد وكل الجمال بجد. الفنانة لحد دلوقتي ما شفتش فنانة متطورة زيها. خدوا بالكم ممكن تكون مش بتواكب اللي بيحصل. يعني ايه مثلا كله مقسوم فهي لا مش ما تفضلش تعمل اغاني مقسوم. بتواكب الموسيقى والتطور العالمي. يعني عاملة لك بوستر تقريبا AI حاجة كده. عجبني جدا الافكار عجبني جدا على فكرة الاغنية حلوة. وستايل كده ايه حسيت كده بريحه ايه الله يمسيه بالخير بقى عمرو مصطفى لما كان شغال معاها. الريتم السريع الموسيقى المختلفه لكن في شويه حاجات لازم نتكلم عنهم بصراحه. مبدئيا تقريبا سميره سعيد هي المنتجه ومفيش شركه توزيع. شركه التوزيع دي مهمتها ان هي تحط الاغنيه على اليوتيوب شانل على مش كده. يعني هي حطها على اليوتيوب شانل بتاعتها. فانا بالصدفة اكتشفت ان هي منزلة اغنية بعد 14 ساعة. يعني سميرة سعيد مش معمول لها اي بوش على السوشيال ميديا ان في اغنية نزلة لها خالص. وحاجة تانية لازم خطة تسويقية من الماركتينج تيم. لو عندها ماركتينج تيم لو ما عندهاش لازم يكون عندها. لازم نستغل البلاتفورمز التانية بقى يعني الابليكيشنز التانية. حطي بقى ريلز على الفيسبوك انستجرام اضربي حركه كده خليكي اكتف. يعني انا مثلا بحترم جدا كارمن سليمان على فكره. يعني ابتدت تزودها شويه بعشق صوتها من اقوى الاصوات في مصر. لكن بحترم ذكائها في التيك توك. اغنيه يا جمالك جايبه 1,000,000 مشاهده بس ولا 1,000,000 وشويه معرفش كام 1,000,000 أو 2 على اليوتيوب وده مش رقم. شوف جايبة كام بقى على التيك توك. فاحنا لازم نواكب العصر مش نواكب العصر بس موسيقى. مع ان انا مع جدا انه سميرة سعيد لو هي طبعا يعني من احسن المطربات اللي عملوا بوب ميوزك. يعني انا بعشق سميرة سعيد بواحدة بقى لها 30-40 سنة فاهمين يعني على الساحة ومنهم 30 سنة ممكن اقول لك مش على القمة ولكن توب 3 لازم تلاقي سميرة سعيد. انا ما عنديش مانع خالص واتمنى ان هي تعمل ديو مع اي رابر مصري عربي عالمي وحاجة بوم زي ما اتعمل الشاب مامي. بس الشاب مامي ده كان فيه افكار كتير. كان خالد تاج الدين اللي كاتب كان عمرو مصطفى اللي ملحن كان طارق مدكور اللي موزع كان اللي منتج محسن جابر. المشاكل اللي بين الناس كلها وبعضها دلوقتي دول كانوا عاملين روائع. يمكن في كتير من اللي بيشوفني ما كانش اتولد 2001 و2002 ومش عارف ايه. لان في ناس مثلا اعرفها بتوقفني في الشارع عندهم مثلا 17 سنه ده مواليد ايه مش عارف مواليد البوم الليلادي. ف لازم يكون في تغيير في استراتيجيه نجمة كبيرة بحجم سميرة سعيد. انا ما ينفعش ان اغنية لسميرة سعيد الاقيها بتنزل بالصدفة اشوفها بالصدفة. لا لانه اللي هي بتعمله بشوف تعب بشوف موسيقى حلوة. اغنية يمي دي شيل الكلام واللحن شوف التوزيع عمل ازاي من هاني يعقوب. انا لحد دلوقتي بسمعها انسترومنتال بسمعها موسيقى بس. يمي كلامها خفيف جدا وكلامها ما عجبنيش قوي على فكره مقارنه بالتوزيع. لحن حلو لكن كلام يعني ايمن بهجت قمر طبعا يعني ايمن وبهدي محمد دول في حته وباقي الشعرة ممكن تحت شويه مش تحت يعني تحت ولا كده. دول انا بالنسبه لي الالفا بهاء ايمن وبعد كده بقى نتكلم خالد تاج الدين نادر نور تامر حسين طبعا يعني. لكن الكلام ما عجبنيش
مقارنة بانه الموسيقى كنت ممكن تطلع منها حاجة جامدة جدا، مش شرط قصة، مش شرط حاجة زي سوبرمان وزي ما حصلش حاجة، مش لازم ان هي مش طايقة امه يعني. ده اللي عندي النهاردة، قولوا لي ايه رأيكم في اغنية سميرة سعيد وفي حالة سميرة سعيد الفترة دي. انا مش عاجبني التسويق، بس شعب المغرب حبايبي وشعب مصر قولوا لي رأيكم ايه في الديفا اللي انا بشوف ان هي دي بالنسبة لي هي المفضلة، هي وانغام. على فكرة انا بالنسبة لي سميرة وانغام دول التوب، وبعدين طبعا يعني كل الناس بحبهم، لكن سميرة وانغام دول في حتة تانية. بس اكتبوا لي تحت في الكومنت ايه الحل لرجوع سميرة سعيد على الساحة كتوب، مش حد بينزل اغاني وخلاص، لان هي بتعمل اغاني قوية قوي قوي، لكن ما بيكونش عليها السبوت الكفاية. ده اللي كان عندي النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد.